على مستوى بره مصر وصل 80% و20% شبه. يعني اصبح دلوقتي الشغل الاونلاين هو الاساس، هو الاسرع والاوسع وهو القادم وهو مستقبل اي منتج محترم. يعني سوق اوسع بيوصل للعميل، بقدر اخش للعميل في قلب بيته. مهم المصداقيه مع العميل، دي بتبقى رقم واحد. المصداقيه مع العميل من خلال المنتج، من خلال الصوره بتتعرض، لازم أن تكون الصوره زي المنتج. ثم الصوره زي المنتج، العميل بيستلم منك المنتج بيحس ان هو مطمن، فبالتالي بيبقى فيه استمراريه. سوق الاونلاين سوق واسع جدا، انا من خلال صفحه شوز براند انا موجود جوه 27 محافظه، موجود جوه محافظات مصر كلها، موجود اعلام ممول طبعا من خلال البيج بتاعنا على الفيسبوك. تمام. بنوصل لمحافظات مصر كلها. طبعا طول ما منتج كويس، طول ما في تصميم كويس، طول ما في خامه كويسه، العميل بيقدر يتواصل معاك مره واثنين وثلاثه ويستلم منك المنتج وهو مرتاح، فبيقدر يكلمك مره ثانيه ويطلب منك منتجات ثانيه. أو بتستدعي صحباتها لو الحاجة كويسة وجميلة، فبتستدعي صحباتها، الصفحة دي جميلة وعندها مصداقية وعندها نسبة تسليم سريعة جدا جدا جدا، ممكن في خلال أقل من 24 ساعة بيكون عندك المنتج زي ما أنت شفتيه في الصورة بالظبط، ويمكن أحسن كمان. كل المحافظات فقط يعني محافظة فقط؟ جميع المحافظات. لا، جميع المحافظات. جميع المحافظات. وبإذن الله قريب جدا هيكون بره مصر. بره مصر نفس الجوده اللي بيشوفوها بيوصل لهم؟ بل بالعكس، احنا بنحاول نحسن ونحدث في الجوده، كل ما يبقى التفاعل اكبر كل ما احنا بنحدث في منتجنا اكتر عشان برضو نجيب تفاعل اكتر واكتر. تمام. وهو ده من ضمن اسرار النجاح يعني في المنتج وفي المصنع. طبعا اكيد واجهتكم المشكله اللي هي العميل بيطلب الطلب بعد